بالنسبة للولايات المتحدة يمكن ثلاثة العناصر. العنصر الأول هو أن في قضية الصحراء بصفة عامة وفي المقاربة الدبلوماسية، قضية الصحراء بصفة خاصة والمقاربة الدبلوماسية بصفة عامة، المغرب اختار صداقته ودعمه في الديمقراطيات ماشي في الأنظمة الشمولية ولا في المغرب، ما مشاش لكوريا الشمالية ولا شي حاجة كيقلب عليها، كيقلب ديما على مساندينا ولا أصدقائنا وما ديمقراطيات. الديمقراطيات فيهم التناوب، إذا دخل المغرب في هذا المنطق ديال راه كاينين انتخابات، راه هذا ما كان يعني كاين في فرنسا انتخابات، كاين في إسبانيا، كاين في العالم كله، وبالتالي فالعلاقات هي علاقات بين دول ماشي علاقات، يعني الا دخلنا في هذا المنطق ما خصنا نسنيو مع حتى شي دوله شي وثيقه لان فيها انتخابات والامور وتناوب على السلطه وغيره. بالعكس المغرب اثبت حتى في علاقاته مع جيرانه الاوروبيين اسبانيا ولا فرنسا بان مهما كانت التغيرات فالعلاقات بين الدول عندها ثوابت، وبالتالي فهذا الاختيار اللي كان عند المغرب من النهار الاول ديال ديمقراطيات هما حلفائنا انطلاقا من توجه المغرب نفسه، فكان مدخل هذا العنصر ديال ان هناك انتخابات وتناوبات وتغييرات في هذه الدول، ولكن ما شفتش انا شي دوله من هذه الدول هذه غيرت المواقف ديالها، لا اسبانيا لا فرنسا ولا غيرها بسبب هذا. بشكل عام حول المقاربه المغربيه في السياسه الخارجيه وغيرها. ثانيا بالنسبة للولايات المتحدة نفسها، أنا قلت بأن الحكم الذاتي اللي ما يمكن يكون إلا في السيادة المغربية هذا موقف من 2000 من كلينتون إلى ترامب مرورا ببوش وبأوباما، ولا يعني إدارة أمريكية ما تراجعت على هذا الدعم للحكم الذاتي في 20 سنة الأخيرة. النقطة الثالثة هي أن بحال اللي قلت الحكم الذاتي هذا موجة دولية لدعم الموقف هذا، لدعم المغرب في هذا الموقف، ما يمكنش يعني ماشي ما كاينش واحد اون ديسيزيون انيديت ولا شي جزيرة معزولة اللي في هذا الموقف. هذا راه شفنا اليوم هما 40 يمكن كانوا يمكنهم يكونوا 80 لو كان عندنا الوقت، وكانت بالتالي فهذا ماشي واحد البدعة دعم الحكم الذاتي ولا دعم سيادة المغرب، هذا موقف ثابت وموقف ديال مجموعة من الدول. وأخيرا فالعلاقة المغربية الأمريكية عندها ثوابت وعندها يعني هي علاقة قوية جدا بمكوناتها المختلفة السياسية الاقتصادية الأمنية العسكرية الإنسانية استراتيجية وغيرها. بالنسبة المفاوضات، بقدر ما المغرب متشبت بالمفاوضات بقدر المغرب ما عمره يدخل في مفاوضات إلا ما كانش واضحة مع من وعلى أي أساس وفي أي ظروف ووفق أي محددات. ومن هذه المحددات هو هذا الشيء ديال كاين في الكورة ولا البلطجة، هذا الشيء ديال هذا العب ما كيكونش مفاوض اللي كيمشي لهذا العمل هذا، يعني كيخص التزامات واضحة قبل ما تكون مفاوضات حقيقية. الاتحاد الإفريقي ولا هذا الشيء ديال فرنسا ولا واحد العدد الأسئلة عندها جواب واحد، هو أن الاتحاد الإفريقي والدول الأوروبية العظمى ولا أعضاء مجلس الأمن يمكن يغيروا الموقف وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس. الدبلوماسية المغربية حتى واحد المقاربة ما كتعلنش عاد كدير عاد كتعلن، كاين كنقول أنا دائما إليا أن طون بوغ لاكسيون إليا أن طون بوغ لا كومينيكاسيون، إذن حول هذه العناصر كلها سي لو طون دو لاكسيون سي با لو طون دو لا كومينيكاسيون، ما كنقلبوش ما كنقولو ما كنعنوش عاد كنديرو عاد كيتعلن. النقطة حول فرنسا، فرنسا عندها موقف واضح من مدة، من الدول الأوائل اللي كانت كتدعم مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي عملي واقعي
وذو مصداقية لحل هذا النزاع الإقليمي. وحضورها اليوم جاء في هذا السياق، هذا جاء في السياق بأن للتأكيد، لأن بدات واحد يعني بحال بعض التفسيرات بحال الموقف الأمريكي رغم قوته راه معزول على في المستوى العالمي، ولا راه موقف يعني غريب في واحد السياق. هذا موقف طبيعي بالنظر الى مواقف اللي عند دول كثيره بما فيها دول دائمه العضويه ودول عظمى. ونفس الشيء بالنسبه للدول الاوروبيه، يعني اوروبا اليوم اللي قريب لها هذا النزاع واللي كيأثر على محيطها المباشر اللي هو شمال افريقيا، واللي كيخلق نوع من عدم الاستقرار في الجوار المباشر لاوروبا. اوروبا خصها يعني بعض منها خصو يكون عنده شجاعه اكثر في انه يخرج من داك الراحه ديال نحن نؤيد المسلسل. بحال حنا راه كنشوفوا الطياره كدور وكنقولوا حنايا راه مرتاحين، راه الناس في الطياره والطياره كدور، الى حتى يسالي لو فيول ولا حتى تنزل النزول الاضطراري. اوروبا خصها تخرج من هذا لو كونفور هذا، وتقول الا كان البحث عن حل فالحل موجود، والحل عنده دعم دولي، و يعني المسؤوليه اليوم تقتضي بان هذه الدول الاوروبيه كذلك تمشي في هذا الاتجاه هذا، وتمشي في هذا يعني التوجه اللي معطي للرحله اللي هي الحكم الذاتي والحكم الذاتي فقط. وبالتالي ف يعني الا كان شي واحد كي انتربولي راه هي اوروبا اللي l'Europe doit sortir de son confort. Le confort de dire là, il y a un processus, nous soutenons un processus, même si le processus peut durer encore des décennies. L'Europe doit être dans cette dynamique. Et la dynamique internationale, la position américaine doit interpeller l'Europe sur son degré d'engagement. Pour que cette direction qui est prise par la communauté internationale, qui est celle d'une solution dans le cadre de l'autonomie sous souveraineté marocaine, soit également celle de l'Europe dans son unanimité. Il y a eu des signaux, y compris les accords qui ont été signés avec l'Union européenne, les accords agricoles et les accords de pêche, mais également les positions nationales de plusieurs pays qui voient dans l'initiative d'autonomie une perspective fondamentale pour la résolution de cette question. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait un mouvement également au sein de l'Europe pour soutenir la seule perspective possible pour le règlement de la question du Sahara, qui est celle de l'autonomie dans le cadre de la souveraineté du royaume. Choukran.